ايه طقس العرب في السعودية؟ اسعد الله صباحكم بكل خير. سوء الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية، الملموسة 39 ورطوبة منخفضة، اما الرياح تكون معتدلة السرعة. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة للمنطقة الشمالية، سكاكا طقس حار 41 إلى 27، عرعر 42 إلى 26، وتبوك 40 إلى 26. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 45 إلى 32، جدة 41 إلى 29، مكة المكرمة 45 إلى 34، والطائف 35 إلى 27. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 32 إلى 26، أبها 34 إلى 23، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 45 إلى 32، الإحساء 46 إلى 31، وحفر الباطن 46 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، طقس صافي 43 إلى 30، بريدة 44 إلى 28، وحائل 42 إلى 23. إلى اللقاء.